بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الإنجيل الجزء الثالث. كنا اتكلمنا آخر مرة عن الشكل ده، تمام؟ خلصنا وظبطنا شكلنا وعملنا كل حاجة عايزينها، مطلوبة مني ازاي بقى نطبع الملف ده عشان PDF كويس، تمام؟ ماشي، نعمل نطبع كده على الفايل، بس على اكسبورت، شايفين اكسبورت، بس على كيف PDF، سجله في المكان اللي انت عايزه في الملف الجهاز بتاعك. بس المفروض هسجل هنا وأسميه مثلا إيه، بس عن بابلش فوق هتسجل بس كده. بص على بابلش فوق يعني، مش سهل. خش بقى على الشيت التاني بتاعنا. سيبك من لحظة، اكتب اللي انت عايزه. تعمل سبيسيفيك ويك هنا، وبعد بيرنت بنت سبيسيفيك ويك اللي هو الوزن النوعي والوزن الظهري اللي احنا خدناه من تجربتين في المعمل، تمام؟ تكتب انت سبيسيفيك ويك مثلا للسند، تمام؟ مثلا للسند انت بتعمل هنا في السند الكلام ده، مثلا دي خطوات بتاعت الشغل اللي انت هتشتغل هنا ازاي الكلام ده. هي مش ضرورية يعني، ممكن تمسحها، مش ضرورية، تمام؟ تمسحها.